اهلا بيكم. النهارده هعمل لكم طريقه اكل حلوه قوي للناس اللي متبعه نظام كيتو دايت. وجبه كده سريعه وفيها كل العناصر الغذائيه ومشبعه جدا وبطريقه سهله. ويلا دلوقتي قبل نبدا بالطريقه والخطوات، ما ننساش اللايك للفيديو لو عجبكم، وشير للفيديو كمان لو عجبكم. معاكم مارلين من قناتي لينا يولاند. اتمنى ان انتم تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس وشيروا لايك للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا دلوقتي هبدأ بطريقة التحضير على طول. في البداية كان معي كوسة. الكوسة دي بالظبط قطعتها شرايح حوالي 4 أو 5 كوسات بحجم صغير، وحطيت زبدة في حلة على النار أو طاسة، بالظبط حوالي 2 ملاعق كبار زبدة بدرجة حرارة الغرفة. والزبدة طبعا يستحسن تبقى زبدة صافي، زبدة بقري. وحطيت على الكوسة رشة ملح زي مثلا الملح الهيمالايا لو مش متوفر الملح العادي، ورشة فلفل أسمر برضو حوالي كده 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسمر. واستمر كده بالتقليب لغاية لما الاقي كل الكوسة دي دبلت تماما وخرجت كل المية اللي فيها وفي نفس الوقت استوت. وهنلاقي بعد كده بعد ما اغطيها واسيبها تستوي، المهم ان انا افضل راحة جاية عليها اقلبها، يعني الاقي كل البخار اللي فيها خرج وفي نفس الوقت مديه كده لون مذهب حلو مع التحمير، وفي نفس الوقت برضو هتلاقي ريحتها حلوه قوي. دي نتيجتها هتبقى حلوه جدا معانا في الطريقه. تمام. وهطلع كل الكوسه في طبق جانبي، ونفس السمنه اللي احنا استخدمناها هي هنكمل بيها الخطوات. دي بصله بالظبط مفرومه، بصله واحده حجم كبير او وسط براحتكم، وهدلها كده تقليبة سريعة. وبعد كده هرش عليها رشة ملح. الملح ده بالظبط حوالي برضو 1/4 ملعقة صغيرة او حسب الرغبة كده، رشة خفيفة. وهدلها تقليبة، طبعا مهم اوي الملح علشان يخرج المية او السوائل الموجودة في البصلة وفي نفس الوقت تتحمر بسرعة. وبعد التحمير حطيت عليها لحمة. اللحمة دي مفرومة طبعا، اهم حاجة يبقى فيها نسبة دهن. اللحمة دي بالظبط حوالي كده 1/4 كيلو. وحطيتهم على البصل وقلب طبعا لغاية لما احس ان هي ابتدت تستوي نص سوا. هرش عليها باقي المقادير اللي هو فلفل اسمر، فلفل اسمر رشة خفيفة، وربع ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة او نص ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة، ونص ملعقة صغيرة بهارات لحمة. واقلبهم كلهم مع بعض طبعا لغاية لما يعني كله يتجانس بالطعم، وهم حاجة طبعا اللحمة تستوي. بس هديلها كده تقليبة سريعة وبعد كده خلاص هسيبها تستوي. وده معايا فلفل رومي الوان، ده بالظبط حوالي 4 كبار. هقسمهم نصين، يعني هشيل كل البذور اللي جوه والجزء الاخضر هقطعه نصين. وبعد كده ده اللي هنستخدمه للحشو اللي احنا عملناه قبل كده، اللحمه المفرومه والكوسه اللي شويتها. ودلوقتي هنشوف طريقه التحضير ازاي. وبكده بعد ما شلت كل شرايط البيضه اللي موجوده جوه الفلفل الرومي، اهم حاجه عشان ما تعملش كده حاجز للحشوه، عشان نلاقي فراغ من جوه نقدر نحشي فيه، واشيل الجزء الاخضر وبعد كده بالشكل ده لغايه لما اشيل كل الاجزاء البيضه اللي جوه. بس بالشكل ده بعد ما خلصتهم. دلوقتي يجي طريقه الحشو. براحتكم برضو، الحشو ده سهل جدا. احط اللحمه المفرومه اللي انا سويتها وعليها طبقه من الكوسه بالشكل ده، وعليها طبقه من فوق جبنه موتزاريلا. طبعا يستحسن برضو الجبنة الموتزاريلا يبقى نوعها فيها نسبة الدهن الحيواني عالي، لان في انواع متواجدة في السوق بيبقى فيها نسبة الدهن دهن نباتي. طبعا ده مش مفضل لنظام الكيتو، يستحسن يبقى في نسبة الدهن يبقى حيواني، هو ده المفضل للاستخدام. تمام. وبكده بعد ما غطيت كل الموتزاريلا فوق شريحة الفلفل بالشكل ده، وطريقة التوزيع للحشو طبعا براحتكم بأي طريقة تفضلوها. ومهم قوي كمان ان انتوا ممكن تشكلوا او تنوعوا في الحشو نفسه، يعني مش لازم بالطريقة دي، وكمان يمشي جدا معاها اي حشو. لو حبيتوا تضيفوا اي حاجات تانية زي مثلا الزيتون المخلي او اي، ممكن تغيروا من نوع الخضار نفسه او تغيروا مكان اللحمة المفرومة، تستخدموا فراخ بانيه متقطع، كله يمشي جدا مع الطريقة دي. وبكده بعد ما خلصت كل الموجود بالنسبة للفلفل الالوان هسويه في الفرن. يعني انا عايزة بس مجرد
اني الجبنة نفسها تسيح، مش عايزة اكتر من كده، علشان لو الفلفل اتهرى كتير معانا في السوا هيطرى كده جامد وهيطلع مية كتير ومش مفضل. بس انا عايزة الجبنة نفسها تسيح، لان اصلا كده كده الحشو الداخلي كله مستوي. تمام، اتمنى تكون الطريقة عجبتكم، ولو عجبتكم ما ننساش اللايك للفيديو وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وشيروا لايك الفيديو علشان يوصل لكم كل جديد. وشكرا جدا، سلام.